السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده للنيو ارايفلز، ألف مليون مبروك نجاحكم في الثانوية العامة، وإن انتوا حققتوا حلمكم وقدرتوا يا ربنا يكرمكم وجبتوا مجموع ودخلتوا كلية الطب. أتمنى إن انتوا كلكم تكونوا دخلتوا كلية الطب مش استخسار مجموع، بس عشان انتوا بتحبوا المهنة دي، لأنها مهنة سامية جدا جدا جدا، تقدر تحتسب عمرك فيها كله لوجه الله. عايزة أكلمك شوية عن كلية الطب، لأن هي كلية يعني ليها نظام سبيشال شوية عن بقية الكليات. إن أنت أول ما تدخل الكلية هتلاقي نفسك محتاج تذاكر كتير قوي، يعني أنت كان بيقول لك تعب في الثانوية العامة عشان ترتاح في الكلية، لا أنت مش هترتاح. المذاكرة أكتر بكتير في كلية الطب، بس بشوية تنظيم وقت وبشوية إن أنت تعرف تذاكر إيه وتذاكر إيه وإمتى وكده، الدنيا هتمشي. يعني ممكن في الأول تلاقي نفسك تايه، وده حصل لنا كلنا في أول الكلية، فأرجوك إن أنت ما تخليش إن ده يأثر عليك أو يحبطك. عادي جدا جدا جدا، كلنا تهنا في أول الكلية ووقعنا درجات ومكناش عارفين الدنيا بتمشي إزاي. أول سنة دي بتبقى صعبة، بعد شوية أنت بتبتدي تعرف تذاكر ازاي اقل، وتذاكر الحته المهمه وتسيب الحاجات اللي مش مهمه، والحاجات اللي ينفع تتقري بس وتتساب، والحاجات اللي لا ما ينفعش تخرج من غير ما تقراها. واحده واحده ده هيجي واحده واحده. طيب ايه نظام المذاكره الامثل اللي انا ممكن امشي عليه؟ هقول لك برضو كلمه مهمه، مفيش حاجه اسمها نظام امثل. يعني كل بني ادم فينا بيبقى له بصمه مخصوصه في المذاكره. هيقعدوا الناس تقول لك نصايح كتير وحاجات كتير، بس كل واحد في الاخر بيبقى له بصمته كده. يعني انا مثلا ما كنتش مش بحب اذاكر طول السنه، بس ما كنتش بعرف اذاكر طول السنه. يعني كنت مثلا احضر محاضرات اسمع كده، بس ما بعرفش اسيستم قوي الدنيا الا لما تبقى برانش او شابتر على بعضه، ساعتها ايه ممكن يتذاكر كله على بعضه بحيث ان هو يبقى متجمع، وساعتها المعلومات بتثبت في دماغي اكتر. فكنت طول السنه ماشي بحضر محاضرات بسمع، واخر السنه بذاكر اللي هو قبل الامتحان بشهر. ممكن طبعا حد يجي يطبق هذه النصيحه على نفسه يروح في 60 ده، اللي هو مش متعود على كده، هو لازم يقرا مره واثنين وثلاثه، او مش متعود ان هو يذاكر بسرعه مثلا، فمش هيلحق يلم اخر السنه. فاللي عارف ان هو كده لا، لازم يبتدي من اول السنه يظبط مذاكرته، يذاكر الحاجه اول باول على الاقل، مثلا كل اسبوع مثلا يوم الجمعه او السبت بتراجع حاجه الاسبوع كله اللي انت خدتها. فكل واحد بيبقى له بصمه خاصه في المذاكره، هتفضل تجرب الاول كتير لحد ما توصل للبصمه بتاعتك المخصوص. هتعرف منين تسمع مين، او تحضر محاضرات لمين، او تقرا ايه بالظبط، او تذاكر من انهي مرجع او من انهي كتاب. دي هتيجي معاك واحده واحده بقى، يعني دي برضو انت هتقعد تجرب، هتسال زمايلك الاكبر منك بس بدفعه او بدفعتين، علشان السورسز بتتغير يعني على طول. وهم هيقولوا لك الاحسن، هتجرب ده هتحس لا ده مش احسن، هتجرب اللي بعده، هتجرب الكتاب ده، هتجرب الكتاب ده، لحد ما توصل دي الحاجه اللي تريحك انت وتمشي عليها. عايزه برضو انصحكم نصيحه، النشاط الانشطه الطلابيه واللي بتتعمل في الكليات بتنمي شخصيتك قوي، لان انت بتتعلم فيها ازاي تتعامل مع الناس بره حدود الدراسه، حتى سواء التعامل ده حتى سلبي او ايجابي. ما هو انت ممكن تدخل مثلا في نشاطات او تدخل في جروبات مع ناس ما تعرفش تتعامل معاهم قوي، يبقى في مشاكل في التعامل او كده، تديك خبره في الحياه، بتخليك تتعرف على دفعتك، في تجارب جميله هتطلع بناس حلوه تعرفهم ومبسوط ان انت عرفتهم. فنصيحتي ليك ان انت ممكن تبدا اشترك في النشاط الطلابي، ما تنخرطش في النشاط الطلابي لدرجه تيجي على حساب مذاكرتك، بس اشتغل فيه وادخل مع الناس وتعرف على ناس جديده وشوف حاجات جديده، لان دي من الحاجات كمان اللي هتساعدك انك تدخل وسط دفعتك، وهتساعدك انك تتعرف على الناس، وان انت يبقى المكان زي بيتك، يعني ان انت تحب كليه الطب وتحب المكان وتنتمي اليه اكتر. نفسي اشوفكم دايما احسن ناس في الدنيا، نفسي تحققوا حلمكم، كل واحد جاي بحلم وبغايه ربنا ينولها له، وربنا يقدره ان هو يبذل المجهود ويسعى علشان يوصل لحاجه كبيره. اوعى تزعل لما تلاقي نفسك بتذاكر اكتر من الكليات التانيه، او اوعى تزعل لما تلاقي نفسك مثلا بتخلص متاخر شويه عن الكليات التانيه. سيكا ربنا ميزك بميزه، ان انت لو احتسبت عملك وتعبك كله ده لوجه الله فربنا هيأجرك عليه. وفي نفس الوقت عايزه اقول لك ان حتى الكليات التانيه اللي انت شايف ان هم مثلا اسهل او ما فيش حاجه في الدنيا مش محتاجه تعب، ما فيش حد ما بيتعبش، اللي مش هيتعب مش هيوصل لشيء. فكده كده انت لازم تتعب وتجتهد وتسعى وتعمل كل شيء علشان تقدر توصل لحاجه جميله في المستقبل. اشوفكم دايما على خير، كنت معكم نهى مدبولي، مدرس طفيلات طبيه في كليه طب قصر العيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.